بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
صدق الله.